شنو كتقول هذه الخطه الوطنيه او هذا المخطط الوطني اللي سميناه لو بلان ناسيونال دو فيي اي دو ريبوست او نوفو كورونا فيروس، او المخطط الوطني لليقظه والتصدي للفيروس الجديد؟ شنو هو الاهداف ديال هذا المخطط؟ خصنا نعرفوا اولا بلي هذا المخطط كينقسم بشكل نقولوا بلا ما ندخلوا فيه التفاصيل بكثره لجوج مراحل. عندنا المرحله الاولى هي هذه اللي حنا فيها، كنتهيئوا اننا ندخل عندنا حاله المغرب، هذا احتمال وارد جدا، حاله غادي تجينا من شي دوله، لانه هذا فيروس غادي يجيبوا واحد معاه مريض، واخا نعياو ونكتشفوا في المطارات ولا شي حاجه غادي يكون يقدر يكون ديك الوقيته فاش داز ما فيه لا سخانه لا والو، وغايدوز غايدخل المغرب وغادي نكتشفوه، غادي يمشي لشي طبيب ولا شي مستشفى ولا شي مركز صحي وغادي نكتشفوه. هذه مساله وارده. اذا هذه هي المرحله اللي حنا فيها، خصنا شنو هو الهدف ديالنا؟ هو في هذه المرحله هذه الحاله نكتشفوها بسرعه، نكتشفوها بسرعة. هذا هو الهدف. الهدف ديالنا ماشي باش نمنعوا الفيروس يدخل، ما يمكنليناش نمنعوه. الفيروسات ما كتعرفش الحدود، ما كتعرفش المطارات، ما كتعرفش الموانئ، ما كتعرف حتى شي حاجه، علما اننا غادي نرجعوا، وذكروني نفكركم بطرق انتقال ديال الفيروس. الهدف ديالنا هو نكتشفوا الحالات مبكرا. الهدف الثاني نتكفلوا بهم في ظروف جيده من اجل ضمان انه هذا الفيروس ما غينتقلش لاشخاص اخرين. اذا هذا مبدا ديال الصحه العامه، ديال اننا الفيروس ما ينتقلش من شخص لشخص. هادو جوج اهداف. شنو هي المحاور علاش كيرتكز هذا البرنامج؟ المحور الاول الا بغينا نوصلوا لهاد الهدفين، انه تعزيز نظام اليقظه الصحيه والمراقبه والاكتشاف المبكر للحالات. هذا في واحد مجموعه الاجراءات يمكن نجيو ليها من بعد. المحور الثاني، ملي غنكتشفوا هاد الحالات خاصنا يكون عندنا منظومه باش نتكفلوا بهاد الحالات ونهيئوا لهم فين غنتكفلوا بهم، مع تاكد بانه العدوى ما غاديش تنتقل لنا من شخص لشخص. هذا عاوتاني محور فيه واحد العدد ديال الاجراءات، واحد العدد ديال التجهيزات، واحد العدد ديال المسائل اللي خاصها توجد. المحور الثالث هو انه هذا البرنامج فيه عده متدخلين، تنسيق ما بين بزاف القطاعات، اذ نخصوا واحد الحكمه، واحد التنسيق. اذا هذه في حد ذاتها عندها واحد الاليات، سواء التنسيق داخل قطاع الصحه نفسه او داخل المنظومه الصحيه اللي ما فيهاش غير وزاره الصحه، فيها حتى الصحه العسكريه وفيها حتى القطاع الخاص الى اخره، او ما بين القطاعات. المحور الرابع هو في انه في كل ازمه ديال الصحه العامه اللي كتمس بالصحه العامه، مساله ديال التحسيس والتوعيه والتواصل مساله اساسيه، لانه كاين التحسيس وكاين التوعيه اولا ديال الناس العاملين في القطاع ديال الصحه، وثانيا ديال الراي العام بطبيعه الحال عبر الاجهزه ووسائل الاعلام. لمشاهده برامج قناه تيليماروك تابعونا على فيسبوك وانستغرام، واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد.